عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اولاد؟ ان شاء الله النهارده باذن الله هعرض لك عرض عام للوحدة الاولى كاملة بجرامرها بكلماتها بكله بأسئلتها بكل على بعض. فالنهارده لما بشتغل فوكابلير الطالب ينفر، غريب جدا الطالب، يعني انا بشوف الكلام ده حي قدام عيني بقى في السنتر لما كنت بشتغل حصة وفيها شغل فوكابلير، بص الطالب بينام. النهارده والله يعني الطالب قفل الكتاب وحط في الشنطة، ايه يا ابني بتعمل ايه يا ابني؟ سبت شيلت كتاب ليه؟ ما الفوكاب يا مستر، يا ابني الفوكاب ده ما انت بتعجز بعد كده ما تعرفش تحل في المواقف، ما تعرفش تحل في الدوكيمون. كل المنهج بتاعنا يا اولاد كل وحده لازم يكون فيها حاجه اسمها لجوء الميول. بس الرانديفو ده يا جماعه بيبقى ميعاد محدد بساعه، انا بيني وبين اخويا ميعاد الساعه 6 قبله يبقى اسمه رانديفو. بغض النظر مش لازم يكون ميعاد مع ايوه كده. تلاقي ناس كده في النوادي رافع كتفه كده لفوق وبيمشي خطوه سريعه كده اسمها ماشي ايه؟ جوجينج. يعني يا جماعه لما يكون السؤال منفي الله يبارك لكم، عشان الكلام ده قلته وانا بشرح وبرضه الناس بتنسى. طول ما السؤال منفي ما تفكرش في وي خالص، وما تجيش تقول لي ايه؟ ما هو ينفع يا مستر، هو انت مش جاهزه؟ اقول لها انا مش جاهزه. لا طبعا ما ينفعش، كلام صح. المعتاد يا اولاد احنا عارفين ان البنات دايما بيتاخروا. كلكم عارفين الكلام ده والبنات بتزعل مني من الكلام ده والله، بس دي حقيقه يعني. فراح قال لها الله لا الله الله يا عبد الله اختي لا شامبيون دي روتار بيتري عليها. لو انت اتاخرت عن التدريب المدرب هيكافئك على التاخير؟ لا طبعا، المدرب هيلبك افان سنتر لقلب الهجوم راس الحربه زي الاخ مروان محسن كده في الاهلي هداف الفريق ما شاء الله في 40 ماتش جاب 4 اجوال ما شاء الله، حاجه جميله قوي. مش عايزك تبقى من جماعه الحافظه ان مثلا حسين قال لنا بنحط بلكيه حاسب جو خلاص مون لا مي ما دام دي كلمه مذكره قصدي كلمه مؤنث تبدا بفهي تبقى مو. اقول استنى يا تربش استنى يا تربوش، هو انت ما عملتش الواجب؟ تقول لي وي ما عملتوش ياك قوي ما تنفعش ما تقلفش. بص بقى هقول ايه وما ادراك ما الضمائر الشخصيه، ارخم درس في منهجنا. ليه يقول الفيرب مكتوب اهو يا طربوش يا فندي؟ اللي بنتكلم هنا على مين؟ على الملابس. بالتوفيق جميعا ويا رب اكون وفقت في ان انا اعيد لك الوحده الاولى كامله، معلش هي مجهده عليا وعليك بس عشان اعمل شغل 4 حصص في حصه واحده كتير. ربنا الى اللقاء، السلام عليكم.